بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، أصحاب الفخامة، السادة ممثلي الأحزاب وقوى المجتمع المدني السوداني، السيدات والسادة، أنه لشرف كبير لي اليوم تلبية دعوة فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان لمشاركة جامعة الدول العربية في فعاليات الحوار الوطني الشامل الذي حظي منذ انطلاقه في أكتوبر من العام الماضي بدعم وترحيب من الجامعة العربية، وأشادت به مؤخراً الدورة 27 للقمة العربية في نواكشوط في 25 يوليو 2016 بغية تسوية أسباب الخلاف والوصول إلى السلام الدائم والمنشود في ربوع السودان. فخامة الرئيس، نشهد اليوم المحطات الأخيرة لفعاليات الحوار الوطني الذي امتد لأكثر من عام وخلق وعياً عاماً في السودان بجذور ومسببات الأزمات، وتوصل القائمون عليه إلى الأولويات المجتمعية التي ينبغي أخذها في الحسبان وفي الاعتبار في مسيرة بناء الدولة الحديثة التي يسودها الأمن والسلام والاستقرار. لقد تابعت الجامعة العربية فعاليات الحوار الوطني في أكتوبر من العام الماضي، وما اتسم به هذا الحوار من موضوعية وشفافية، كما تابعت الجامعة حرص الحكومة السودانية على التجاوب بإيجابية مع المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر مع الحركات المسلحة والأحزاب السياسية الرافضة للانضمام للحوار الوطني الشامل. وأسجل مرة أخرى إشادة القمة العربية في نواكشوط بالخطوة التي اتخذتها الحكومة السودانية بالتوقيع على خارطة الطريق المقدمة من الاتحاد الإفريقي من أجل التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للأزمات التي تواجه السودان. وأتوجه من هذا المنبر إلى الأحزاب والقوى السودانية التي لم تشارك في الحوار الوطني إلى إعادة النظر في موقفها وسرعة المشاركة في الحوار المرتقب حول الدستور وإصلاح الدولة والحياة السياسية والاقتصادية. وسوف تظل جامعة الدول العربية تقف إلى جوار السودان لدعم مسيرته نحو تحقيق الاستقرار ونشر السلام في ربوعه، وعلى أتم الاستعداد لمواصلة جهودها واتصالاتها مع جميع الأطراف التي تنشد السلام لتحقيق الأهداف التي ارتضاها الشعب السوداني في حواره الوطني المتصل على مدار العام المنصرم، وإعلاء قيمة الوثيقة الوطنية التي نتجت عن هذا الحوار. فخامة الرئيس، لقد أثبت السودانيون على مدار عام متصل قدرتهم على حسن إدارة آليات حوارهم الوطني بكل شفافية وبلغتهم العربية الرئيسية دون وسيط يملي عليهم شروطه إلا ضميرهم الحي وإيمانهم بضرورة الحفاظ على ثرائهم الحضاري والثقافي ليظل وطنهم بحق جسراً للتواصل بين الوطن العربي وإفريقيا. وأنني أدعو اليوم ومن الخرطوم الدول العربية التي لا زالت تشهر أراضيها نزاعات داخلية دامية إلى الاستفادة من التجربة السودانية وإطلاق ما يلزم من مبادرات حوار وطني دون إقصاء لأحد ودون استثناء لقضية، والانفتاح في الوقت ذاته على المبادرات الإقليمية الهادفة إلى إرساء دعائم السلام. فما أحوجنا إلى ذلك السلام في مناطق كثيرة من وطننا العربي، وما أحوجنا إلى لغة حوار رصينة وصريحة تعالج مشاغل اليوم وتفتح الطريق أمام مستقبل أفضل تستحقه شعوبنا. وفقكم الله فخامة الرئيس، ووفق الله حكومة السودان وقياداته الوطنية لما فيها خير الشعب السوداني الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.